عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله من خلال حلقتنا النهارده زي ما اقول لحضراتكم حلقه دسمه جدا، هنتابع كل دوت، لكن نروح نشوف اخبار الصحف العالميه قالت ايه خاصه عن التشامبيونز ليج ونتائجه، وكمان على مستوى البريمير ليج في المحترف. يلا نبدأ جولتنا في الصحافة الأوروبية بصحيفة ماركا الأسبانية اللي ركزت على تعادل أتلتيكو مدريد 1-1 أمام مانشستر يونايتد في طبعا دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، وكتبت جائزة صغيرة لأتلتيكو مدريد جيد. كمان اهتمت بلقاء الأندية الأسبانية في إياب الدور الفاصل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي، إشبيليا، ريال بيتيس، ريال سوسيداد، وكتبت عن لقاء نابولي وبرشلونة، برشلونة لا يريد خسارة لقب آخر. الصحيفة اهتمت كمان بريال مدريد والموسم التحضيري المقبل، وكتبت ريال مدريد يعني يهيئ جولة تضم كلاسيكو أمام برشلونة. موندو ديبورتيفو الأسبانية ركزت على لقاء نابولي وبرشلونة زي ما بقول لحضراتكم، لقاء مهم جدا جدا في الدوري الأوروبي، وكتبت الفوز فقط، طبعا الفوز إشارة إلى طبعا فريق برشلونة. الصحيفة تحدثت عن كمان تعادل أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد 1-1 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت الحسم في أولد ترافورد. اهتمت كمان بأخبار عن إمكانية انتقال كيليان مبابي طبعا لريال مدريد، وكتبت خيار بقاء مبابي في باريس سان جيرمان. طيب نسيب اسبانيا ونروح مع حضراتكم لانجلترا، تحديدا صن الانجليزيه اللي ركزت على تعادل المان يونايتد امام اتلتيكو مدريد 1-1 في دور طبعا في ذهاب دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا، وكتبت سجل الشاب طبعا لينجا هدفا من اللمسه الاولى لينقذ التعادل للمان يونايتد امام اتلتيكو مدريد. كمان اهتمت الصحيفه بالفوز الكبير جدا جدا، الفوز الاسطوري لليفربول بنتيجه 6-0 على ليدز يونايتد، وتقليص الفارق طبعا عن المان سيتي ليصل لثلاث نقاط في صداره ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وكتبت سداسيه كلوب تقلص الفارق عن السيتي بثلاث نقاط. لسه في انجلترا مع ديلي ميل الانجليزيه ركزت على تعادل ثاني المان يونايتد واتلتيكو مدريد، وكتبت البديل الخارق إلينجا يسجل مجددا ينقذ مانشستر يونايتد المحظوظ في مدريد. اهتمت كمان الصحيفة بفوز ليفربول على ليدز يونايتد، وكتبت ليفربول يضرب ليدز بالستة. نسيب انجلترا ونطلع على ايطاليا، تحديد لاجازيتا دي السبورت الايطالية اللي يمكن ركزت على المهاجم البلجيكي لوكاكو لاعب تشيلسي، وكتبت لوكاكو يريد انتر ميلان. كمان تحدثت الصحيفة عن اللقاء المرتقب ما بين نابولي وبرشلونة في اياب دور الفاصل للتأهل لدور ال 16 بالدوري الاوروبي، وكتبت مهمة ممكنة. الصحيفة اهتمت بالسربي دوسان المتألق مع اليوفنتوس ولقاءات الأندية الإيطالية في منافسات الدوري الاوروبي. دي كانت عناوين الصحف العالمية، هنروح لفاصل سريع جدا، بعد الفاصل هنستقبل الناقد الرياضي الكبير إيهاب الجنيدي عشان لينا يعني حكايات كبيرة جدا عن الشامبيونز ليج وعن البريمير ليج. خلونا نشوف كل ده بعد الفاصل.